طيب واحنا بنتكلم كده برضه يا كابتن الحقيقه احنا عاملين لك مفاجاه لطيفه، يعني مع حد انت بتحبه مرنت معاه. خلينا نطلع نشوف الفيديو الاول وبعدين ماشي. نريح شويه، نطلع نشوف الفيديو ونرجع نكمل الفيديو مع حضراتكم. الو، فيري جود ايفنينج تو كايرو فروم بيروت. هالو وسام، هالو طارق. تو جريت بيبل فروم ايجيبشن فوتبول توجذر اند هافينج ا نايس ايفنينج. سو ليت مي انفايت ماي سيلف تو يو to the party. And by listening to you, remembering Egypt. Egypt and the heart and the whole Egyptian football. I have to say thank you for all those nice moments I was able to spend with you and with others in Egypt. But of course, a very special one in this is my friend Tarek. Tarek will never forget a character, a player, a man like you. This is what we are missing in today's football, honestly. Player like you. They are representing the original football. Too many people forgot these days that defense belongs to the football like offense. All our kids, everybody wants to be Messi, but nobody wants to be a defender. But this is a very important point, like we see now in the European Cup for the national teams there. How much defense is important. ايه رايك؟ هذا الرجل هو اللي حببني في كره القدم. والله احنا عارفين طبعا. مستر بوكير طبعا تربطني بيه علاقه مهمه جدا لان انا كنت لاعب. بالظبط. وحببني زي ما بيقول كده ازاي تبقى لك شخصيه في كلاعب وانك تكون مؤثر وانك تكون منضبط، لان هو كان منضبط وهو ما كبرش يعني ما شاء الله. لا هو بسم الله ما شاء الله 73 سنه. ما شاء بسم الله. بسم الله ما شاء الله يعني. ما كبرش وكان خلي بالك في التدريبات كان قاسي جدا جدا جدا. وبيجري معاك ويلعب. وحصل معانا في الفتره اللي تولى فيها الاتحاد، احنا كنا دايما الفترات اللي قبلها كنا بننافس على المراكز المتاخره. الفتره اللي تولى فيها عمل طفره والاتحاد رابع في الدوري اعتقد دايما معاه، وكان قاسي جدا جدا معانا لكن كان طموح جدا جدا ونجح جدا جدا وحببني ان انا بعد كده. هو قال لي من الشخصيات، قال لي ان انت لما بعد كده تبطل هتبقى تكون مدرب كويس لان انت عندك الكاركتر زي ما بيقول كده في المقابله اللي قالها ديت. فانا على صعيد الشخصي بحبه وبنقل له تحياتي وهو راجل عظيم صراحه يعني. لا راجل جميل. انا شخصيا تعاملت معاه برضه وبعدين ما شاء الله يعني محافظ على صحته لانه ما شاء الله يعني الرياضه دي بالنسبه له رقم واحد. هو على طول يا تنس يا كوره يا جري يعني المهم بيمارس الرياضه. بيعمل دايما ممارسه كبيره جدا للرياضه. طيب خلينا نطلع فاصل يا كابتن طارق وبعد هذا الفاصل برضه هنرجع نتكلم في كره القدم وتكتيك كره القدم مع مدرب قدير وكبير كابتن طارق العشري بعد هذا الفاصل.